مساء الصحة والعافية عليكم متابعينا، وأهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة من برنامج عيادة الأيام. راح أكون وياكم بالإعداد والتقديم الدكتورة نور محمد علي، طبيب اختصاص، وإن شاء الله نقدم لكم فقرات مفيدة تفيد صحتكم. وأي استفسار أو سؤال أو مقترح تقدرون تتواصلون ويانا عبر الأرقام الموجودة أسفل الشاشة. نستضيف ببرنامجنا عددا من المسؤولين من وزارة الصحة، كذلك أطباء اختصاصيين في مختلف الاختصاصات الطبية. خلونا نشوف هذا الفاصل وراجعين وياكم. اهلا بكم متابعينا مره ثانيه. اليوم معنا بالاستوديو الدكتور وسام العبيدي، استشاري جراحه القلب والصدر والاوعيه الدمويه، ومدير مركز ابن البيطار لجراحه القلب. اهلا وسهلا بكم دكتور، وشكرا لحضوركم الكريم اليوم، نورتونا بالبرنامج. يا مرحبا دكتور. بدايه نحب نتعرف على تكوين القلب والاوعيه الدمويه وجهاز الدوران في الانسان، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. القلب، المقوله اللي تقول قلب ينبض بالحياه. القلب هذا العضو الذي سبحان الخالق اللي خلقه، اللي هو يبدأ بالنبض منذ الشهر الرابع للجنين في بطن أمه، يستمر إلى آخر يوم بالحياة. القلب تشريحيا، هناك تشريحيا وفسلجيا. تشريحيا القلب يتكون من 4 حجرات، من بطينين وأذينين. الأذينين مسؤولة عن استقبال الدم المؤكسج وغير المؤكسج، والبطينين مسؤول عن ضخ الدم المؤكسج وغير المؤكسج. نعم. عبر الشريان الأبهر والشريان الرئوي. نعم. بالإضافة لوجود 4 صمامات تفصل هذه الأربع حجرات، وأيضا وجود الشرايين التاجية. الشرايين التاجية اللي هي تغذي عضلة القلب. نعم. ليستمر بالنبض. هذا تشريحيا. نعم. وخلايا القلب سبحان الله، انه هي نوع الخلايا الجسم، تشريح بالتشريح العادي، هناك الخلايا الملساء والخلايا المخططه، وهناك الخلايا القلبيه. هاي الخلايا القلبيه هذه اللي تتكون من اعضاء عضله القلب، اللي تستمر بالنبض لهذه الفتره الطويله ولا تتوقف يوم واحد عن النبض. فسلجيا هناك بطاريه. نعم. خلقها الخالق العظيم، تبدأ بالنبض منذ الشهر الرابع عبر موصلات، أو احنا ما يسمى بالعامية يعني شلون مثل نقول الواير أو الكذا، اللي هي تبث النبضات عبر القلب، اللي هي موجودة في أعلى القلب، تبثها إلى أسفل القلب وتبدأ النبضة وخروج الدم ويستمر الحياة. دكتور خلينا نتعرف على مراحل تكوين القلب جنينيا، وما هي أهم المشاكل الخلقية الولادية التي تكون في بعض الأطفال؟ مراحل تكوين القلب جنينيا، احنا مثل ما قلت لك هي ذني 4 حجرات. نعم. احنا يعني عدم الخوض بها لان هي موضوع طبي. نعم. بس احنا نحكي على بشكل موضوع عام. بشكل عام لا، نحكي على موضوع التشوهات الجنينية. نعم. أمراض القلب تقسم إلى قسمين، أمراض القلب المكتسبة وأمراض القلب الولادية. أمراض القلب الولادية اللي هي الطفل منذ نشأته هناك خلل في تكوينات تشريح، يعني خلل تشريحي في القلب اللي يؤدي إلى أمراض القلب. طبعا أكيد اللي تكثر، طبعا العامل الوراثي يلعب دور جدا كبير بهذا الموضوع، يزيد في زواج الأقارب، يزيد عندما تكون العائلة هناك شخص مصاب بهذه التشوهات، راح أشوف فيها موجودة، وهي احتمال سكيبينج يعني جدبي الأب ما بي بعدين الحفيد بي. تشوهات القلب تقسم إلى قسمين، تشوهات القلب الإزرقاقية وتشوهات القلب غير الإزرقاقية. الغير الإزرقاقية اللي هنا احتمال الطفل ينولد ويعيش طبيعي، والعائلة يعني والدته والده ما يعون انه هذا الطفل عنده مرض بالقلب. هنا الا تصير فد يعرض على طبيب، خلينا نسميها باي ذا واي يعني بالصدفة رايح. نعم. انه دا يفحص على التهاب صدره او التهاب اخر، ومن يوضع الطبيب السماعة راح يسمع هناك خلل او صوت في عضله القلب. نعم. يرسل المريض الى الايكو ويثبت وجود تشوه ولادي كفتحه ولاديه بين الاذينين او فتحه ولاديه بين البطينين. نعم. وايضا اضيف لك ان الفتحه الولاديه بين الاذينين احتمال توصل المراه انه تكبر وتتزوج
وبعد الولادة وأثناء الولادة تعاني من خفقان أو تعاني من تعب وتروح تفحص وتلقي عندها فتحة ولادية بين الأذينين اللي احنا نسميها أبسط تشوهات القلب الولادية. وتشوهات القلب اللي هي الإزرقاقية هاي اللي هي واضحة، يعني الطفل أول ما يولد راح العائلة والطبيب والمستشفى اللي يولد بها راح يبين أنه الطفل هو زرقاق غامق ويحتاج إلى أكسجين ويحتاج إلى دخول إلى ردهة الخدج ولا ردهة الإنعاش. هاي نتيجة يصير ميكسينج، يعني خلط ما بين الدم المؤكسج والدم غير المؤكسج. هل هناك أعراض أو علامات أخرى ممكن تدل العائلة على وجود مشكلة أو تشوهات ولادية في الطفل؟ دكتور نور، نختصر الموضوع. المفروض عالميا أي ولادة الطفل ينولد ينعمل إيكو للطفل حديث الولادة. بل هسه احنا مو بس قمنا نسوي هيجي، لا احنا هسه اكو هناك يسموها ماترنال ايكو اللي هو ايكو للجنين اثناء الحمل. عندنا بعض اطبائنا وطبيباتنا دا يسوون اللي هم وصلوا مرحله بروفيشنال بالايكو، بداوا يسوون ايكو للجنين. طبعا بس مو تجيب الامي حامل بالشهر الاول وتروح تسوي ايكو، لا لازم يعمل بالضبط يعبر الشهر الرابع والخامس في سبيل التشوه يبين افضل. هذا راح يعطي فد كلو ان يفيد العائله انه يا بالطفل ترى عنده تشوه ولادي، فلا تتفاجئون اذا كان تشوهه بسيط، هذا ممكن علاجه بعد ما يكبر. وهناك لا، هناك تشوهات تحتاج الى تداخل جراحي طارئ. نعم دكتور، الان ننتقل الى كبار السن. نعم، شنو اهم المشاكل اللي ممكن تصيب كبار السن؟ اللي نقصد هنا مثلا تصلب الشرايين او الجلطات او السكتات القلبيه وغيرها من هذه المواضيع، احتشاء عضله القلب. نعم دكتور نور، امراض الكبار تسقطي نوع واحد اللي هي كل ذنين جمعا بكلمه واحده اللي هي شرايين التاجية والتجلطات. هذني كلهن ضمن فقرة واحدة اللي هي الشرايين التاجية. الشرايين التاجية اللي هي الشرايين اللي تحيط بعضلة القلب وتغذي عضلة القلب. هاي اللي هي مسؤولة لبقاء القلب ينبض بشكل طبيعي خلال هذه الفترة الطويلة. في حال وجود أي تضيق أو أي تخثر أو أي تكلس داخل هذه الشرايين التاجية، المريض راح يعاني من مرض اسمه قصور الشرايين التاجية اللي بالنتيجة يحتاج إلى تداخل قسطاري. والتداخل القسطاري راح يعطينا إلى ثلاث طرق، يا أما يحتاج المريض فقط علاج أو يحتاج إلى تداخل قسطاري علاجي بوضع بالون مع شبكة، أو يحتاج إلى تداخل جراحي لتروية الشرايين التاجية. وأمراض الصمامات، أمراض الصمامات اللي هي كلش مهمة نشوفها، أكثرهن هن الصمام الإكليلي مع الصمام الأبهر، وأقلهن هو الصمام الثلاثي. الصمام الإكليلي أبسطهن إذا كان الشخص عنده روماتيزم، هذا الروماتيزم الطوري وبدأ يصير التثخن. بس مرض الصمام هو ليس مرض فجائي، يعني مو المريض البارحة ما بي شيء واليوم صار عنده مرض صمام الإكليلي، لا هو مرض تراكمي، يعني تزامن يصعد 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 إلى أن يوصل المريض إلى تضيق شديد بالصمام الإكليلي أو توسع شديد بالصمام الإكليلي. ومرض الصمام الأبهر، مرات هناك تشوه ولادي أنه الصمام الأبهر يكون ثنائي الشفة، هذا يعبر المريض فترة من الزمن إلى أن يوصل مرحلة يحتاج هنا إلى عملية تبديل. وهناك أيضا أمراض متزامنة الشرايين التاجية مع الصمامات. أحد تقولين شلون؟ الشخص إذا انصاب بجلطة قلبية، هاي الجلطة القلبية الصمام هو عبارة عن حلقة وهناك غشاء يتحرك بشكل يسمح بمرور الدم باتجاه واحد ولا يسمح برجوعه. في حال انه هذا المريض انصاب بجلطه قويه وهذا الجدار اللي هو جزء من الحلقه مال الصمام اتاذى، فالمريض راح يعاني من تلف حاد، يعني حديد للصمام الاكليلي مع قصور الشرايين التاجيه، ويحتاج الى عمليه تبديل الصمام الاكليلي مع ترويه الشرايين التاجيه. متابعينا الكرام، خلونا نشوف هذا الفاصل وراجعين وياكم. اهلا بكم متابعينا مره اخرى، نكمل حديثنا مع الدكتور وسام العبيدي. دكتور، الكثير من المرضى يتخوف من عمل القسطره سواء التشخيصيه او العلاجيه، كيف اليوم نطمئن المريض عن
أهمية هذا الفحص وكيف هو آمن بالنسبة له؟ طبعا مخاوف الإنسان هذا شيء طبيعي. نعم. الإمام علي سلام الله عليه يقول الإنسان عدو ما يجهله. بالضبط. فبالعكس احنا نفهم المواطن والمشاهد الكريم شنو القسطرة. القسطرة نعم انت تعرفينها هسه بتطور الزمن. نعم. كانت القسطرة تعتبر خطرة. نعم. القسطرة بوجود مضاعفات. بالضبط. هسه التداخل القسطاري يعني انا اعطيك مثل. نعم. انه مثل حي انه يوميا في مركز ابن البيطار ما بين 40 إلى 50 تداخل قسطاري ما بين تشخيصي وعلاجي يجرى في ابن البيطار. هذا التداخل القسطاري بل هو على العكس أنه هسه احنا عندنا تداخلات القسطارية أصبحت هناك من الشريان الفخذي ومن الشريان ساعدي. هنا هذني أصبحت سهلة الأمور. حداثة الأمور اللي قاعد تجينا أصبحت نستخدم أمور تسهل العمل على الطبيب. أصبح التداخل القسطاري احتمال المريض يطول ما بين 10 إلى 15 دقيقة. نعم. من علاقة بدخول المريض لا كقسطرة 10 إلى 15 دقيقة كقسطرة تشخيصية. نعم. القسطرة العلاجية يجوز تطول أكثر بس القصد هو فحص. دكتور عندنا اتصال. عفوا عندنا اتصال. نعم. محمد بن واسط تفضل اخ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. التحيه لك وتحيه للدكتور. اهلا وسهلا بكم تفضل. احنا كشعب عراقي احنا من احسن الكفاءات عندنا يعني. نعم الحمد لله وخاصه بالبطل بس المشكله اللي نعاني اخ محمد بعدك ويانا على الخط. نعم العفو صوتك. نعم تفضل. احنا كشعب عراقي من احسن الكفاءات عندنا بالعالم في جميع المجالات وخاصه بعد يعني احنا حتى انه هناك المتحده البريطانيه يقولون ربع او نصف هم عراقيين الكادر الطبي فيها. نعم صحيح. بس احنا المشكله احنا محافظه وافور قضاء مستشفى ما بيه موجود. هناك طب احنا نتسولف عليه عندنا متقدم. يعني احنا شفنا الحرب مال غزه انه المستشفيات مالتها الكارثه اللي حلت بها، احنا لا سامح الله، الحين عندنا كارثه بالعراق ودائما كارثه من صدام حسين والعائله ومجره، اكو قضاء دول العالم قضاء ما في مستشفى، يعني حتى المستشفى عندنا انسرق، انسرق من قضاء الزبيديه تودى القضاء العيديه. نعم. من هو اللي ناشده؟ يا اللي عنده دين، يا اللي عنده مبدا، انه يسمح كرمنا، لان عالمنا تموت والله بالشوارع. تقول بالله يا مؤمنين والله المراه تصير عندها ولاده يسترونها ستر يسترونها تجيب يا اهل يقبلها يا اهل عنده دين يقبل يا اهل عنده مبدا يقبلها ان شاء الله. اخ محمد تسمعني اذا تسمعني راح نوصل صوتك لوزاره الصحه ان شاء الله راح يتم اجراء اللازم بخصوص هذا الموضوع. شكرا لاتصالك. شكرا جزيلا. نكمل كلامنا دكتور. نعم. طبعا الموضوع الحكي بيها سالها معرج عليه لانه موضوع الحكام مهم جداً. المهم القسطره القسطره هي تداخل وليس عمليه. نعم. لا وجود للبنج ما عدا الاطفال. نعم. الاطفال التداخلات القسطاريه يجب بوجود بنج لان الطفل يتحرك مثل الكبير حتى دكتور بالسيتي سكان بالمفراس كذا. نعم. لازم الطفل انه الاخ اللي اتصل من واسط. نعم. ظهر فد مشكله وهاي المشكله نعم موجوده. القانون الطبي. نعم. العالمي يقول لكل مليون مواطن. نعم. يجب أن يكون هناك مركز قلب متكامل. نعم. مركز قلب متكامل قلب. باطني مع جراح. مع جراح. نعم. احنا يعني آني من بدينا بجراحة القلب كان فقط هناك ابن البيطار والمركز العراقي ومستشفى ابن النفيس. نعم. ومحافظات بغداد أبدا من الشمال إلى الجنوب لا يوجد أي مركز قلب في محافظات العراق من الشمال إلى الجنوب. بدت وراها هناك أنشأ مركز في أربيل مركز. نعم. هولير. ومن ثم مركز بالنجف ومن ثم مركز بالناصرية والبصرة. نعم. والإعمار الحمد لله هسه. بس هم بعد نحتاج. نعم. إلى مراكز قلب ولو تكون مراكز قسطارية. نعم. كشيء مبدئي. اللي تفضل عليه راح تشوف الموضوع كلش مهم. هو الرجل يعني طرح مشكلة وهو
عراقي نعم. من عندنا وبينا ولازم احنا نعرف شلون نوصل هذه بالطبع. المشكله. القسطره راح اعطيك فد مثل بسيط، المريض اللي يصاب بجلطه قلبيه نعم. خلال اول 6 ساعات اذا تم تشخيصه نعم. بانه اصيب بجلطه قلبيه ممكن اجراء تداخل قسطاري طارئ لهذا المريض وينتهي الموضوع عنده كله بوضع بالون وشبكه. واعطيك فد معلومه كلش مهمه، المريض خلال 48 ساعه يرجع الى حياته الطبيعيه، بس اذا المريض عبرت الوقت المعين اللي هو اكثر من 12 ساعه ولم تجرى له تداخل قسطاري فراح يتحول الى حاله لازم ندي فحوصات وياخذ موعد قسطره واحتمال الامور تتفاقم. من تكثر عندك وتوزع مراكز القسطره على المحافظات وحسب التعداد، طبعا احنا مو بس انه اني يعني اقول اسوي مركز بالناصريه ومركز احتمال اني مركز الناصريه ما يكفي نعم. احتمال الشطره تحتاج مركز مركز قسطاري ويربط بمركز الناصريه نعم. سطيت مثل على احدى محافظاتنا العزيزه اللي هي الناصريه ذي قار، احتمال انه مركز الناصريه لا يكفي بسبب التعداد السكاني لمحافظه ذي قار، فاحتمال نحتاج انه اضيف مركز قسطره ثانوي في منطقه الشطره يعني يتبع الى مركز الناصري. نعم. متابعينا الكرام خلونا نشوف هذا الفاصل وراجعين وياكم. بكم متابعينا مره اخرى. دكتور نتحدث عن اهم الاسباب والمشاكل المؤثره في صحه القلب والشرايين. اذا نحكي انه هذا المريض احنا ابتعدنا عن موضوع التشوهات الولاديه. بدنا نعم. نحكي عن امراض القلب المكتسبه نعم. اللي حكينا بها اللي قلنا اللي هي امراض الشرايين وامراض الصمامات. اكيد العوامل الأخرى تؤثر على القلب، مثلا داء سكري غير منتظم، ارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه نعم. فرط إفراز أو عمل الغدة الدرقية، الدهون المرتفعة، السمنة المفرطة. إذا هذا الشخص إذا كان أو ما كان إذا كان عنده مرض بالقلب أكيد راح تعجل بظهور المضاعفات الحالات نعم. او يعني كمضاعفات نعم. له يزيد. اما اذا كان الشخص ما مصاب بمرض قلب ولا يوجد هناك تاريخ بالعائله انه عندهم امراض بالقلب، يجي يقول دكتور انا ما عندي مرض بالقلب بس ليه صارت عندي شرايين نعم. بس خلينا نعطي فد مثل بسيط ما نقدر نشرح كلهم بالتفاصيل نعم. داء السكري اذا المريض مصاب فقط بداء السكري وداء السكري ما تغير منتظم نعم. والتراكم ما تواصل عابر 9 و8.5 و10 ويجي يقول دكتور عابرين 12 يقول دكتور أنا ما أدخن نعم. أنا ما أشرب أنا ما أكل لحم وصار بيه شرايين نعم. من تسيلي بيه السكر يا بالسكر ما تكشقت كذا خلنا نعطيش فشي بسيط إنه شون السكر يسوي إلى أمراض على الشرايين نعم. مرض السكر هو مرض يضرب all the system نعم. مال البدي مال الجسم، فمن ضمنها عدم انتظام داء السكري هي عبارة عن حلقات أكيد. مرتبطة يؤدي إلى عدم انتظام عمل إنزيمات الكبد عدم انتظام عمل إنزيمات الكبد يؤدي إلى عدم انتظام هضم الدهون عدم انتظام هضم الدهون يؤدي إلى تراكم الدهون داخل الأوعية الدموية وبالتالي تؤدي إلى تضيق وانسداد بالأوعية الدموية هسه هذا مثل بسيط أنه شلون يصير أمراض القلب بعد الشغلة الأساسية اللي احنا نشوفها في ابن البيطار ودنواجهها احتمال بالشهر تجينا حالتان 3 حالات توصل إلى 4 حالات انسلاخ الشريان الأبهر اللي هي هاي احنا نسميها نهاية كتاب جراحة القلب اللي هي أصعب عملية وأطول عملية انسلاخ الشريان الأبهر اللي هو المريض بالمية عنده هناك يا أما أكو مرض مناعي في جسمه أو 70% هناك ارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه اللي يؤدي إلى يعني الشريان الأبهر ونعتبره كل شريان هو مكون من 3 طبقات نعم. الطبقة الوسطى هي الطبقة العضلية فهاي شلون هسه هاي القميص والرباط تنسلخ عن هاي نعم. فيصير هناك مجريين للدم هاي عمليه الانسلاخ اللي يحتاج المريض بها الى عمليه تبديل الصمام الابهر مع تبديل الشريان الابهر الصاعد وتبديل القوس الابهري نعم
دكتور، بالنسبة للياقة البدنية وممارسة الرياضة والنشاط البدني، كيف يأثر في صحة القلب؟ أكيد أنت كل فتنس، إذا شخص ما نقول ما عنده قلب وراثي، نعم، وما عنده هناك روماتيزم بالقلب، إذا كان ما عنده زيادة بالوزن، ما أقول له يروح جيم، إحنا علمياً عندنا نعم المشي كلش كافي، مشي نعم on that set، بس لو يمشي، بس المشي مو أم البيت تقولي دكتور أنا من المطبخ للهول ومن الهول للغرفة، أنا رياضة لا بالضبط، نعم المطاول إحنا نسميها نعم مشي، يعني مشي. يمشي على الأقل يومياً ساعة، حتى لو نص ساعة، حتى لو نص ساعة الخاطر مشيناها أسبوع أوكي تمام. نتكلم عن ارتفاع الدهون وأنواع الدهون، حتى المواطن اليوم أو متابعنا يعرف أنواع الدهون بالجسم، أكو منها الضار ومنها النافع مثل HDL هو مفيد للقلب، فخلي اليوم نعرف المواطن عن أنواع الكوليسترول وأنواع الدهون، حتى شون هو يغير حالته أو اللايف ستايل حتى يكون حياته صحية. ترى نور، نعم، الدهون قياسن هن خمسة، نعم، اللي هن الكوليسترول هن بهن نسب، الكوليسترول والLDL نعم هن مرتبطات سوية، نعم، يصعدن سوية ونزلن سوية، التريجليسرايد الدهون الثلاثية والVLDL اللي هي يصعدن سوية وينزلن سوية والHDL رقم خمسة. انت ذكرتي لازم نشرح للمشاهد الكريم شنو ذني الكوليسترول والLDL والVLDL والتريجليسرايد، قلنا كلهن دهون ضارة، ضارة اكثرهن اذية واكثرهن مسبب للامراض هو الLDL، نعم، اللي هسه اني ممكن اقدر اكتفي للمريض بتحليل اذا جاب لي الLDL هسه وصلنا بالجايد لاين بلو 70، نعم، اذا هو جوا ال 70 الLDL مالته اقول له انت مامن لا تخاف. الHDL اكثر واحد الهاي دنسيتي لايبوبروتين، الهاي دنسيتي لايبوبروتين هذا الدهن هو يسوي انجلف يعني يهضم الدهون الاخرى، ايضا هذا كل ما يرتفع كل ما هو به فائده، والجايد لاين يقول اذا الاتش دي ال مالتك اكثر من 85 الى 90 حتى ما تحتاج تاخذ حبوب مال دهون. نعم، بالنسبه للترايجلسيرايد والكوليسترول كل المؤذيات بس اكثرهن اذيه هو الLDL. نعم دكتور، نتحدث عن حاله تصيب بعض الشباب اليوم، نلاحظ انه وفاه فجاه لبعض الشباب باعمار عشرينات او ثلاثينات، نعم، وتكون السبب هو سكته قلبيه، ما اسباب هذه الحاله؟ دكتور هذا مو سبب قلبي، مو سكته قلبيه، هذا حاله اسمها اللي هي هوكم اللي هي هايبرتروفيك بالضبط، هذا اللي هو مرض يسموه بالعربي نعم اعتلال القلب التضخمي، نعم بالضبط، اللي هو يصير هناك انه العضله مال القلب هناك بيها تضخم والمريض ما يحس بيها، ما يحس بيها، نعم، هاي تسد المنفذ مال الصمام الابهر، وبالنتيجه المريض يصير عنده سادين كولابس، مثلا دي يلعب طوبه صارت حاله، نعم، لشاب دي يلعبون طوبه بالشارع المقابل ابن البيطار وقع من الشارع الى الانعاش، احنا ما لحقنا عليه لان يعني هو انتهى الدم، يعني 3 minutes اذا ما وصل دم، نعم، صار الموت الدماغي بعد الموضوع اصبح خطر. ما اسباب هاي الحاله دكتور؟ البيئه العامل الوراثي، العامل الوراثي، هل هناك يعني فاكتورز او عوامل مؤثره بهذا الموضوع؟ لا 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 لا، هذا عامل وراثي، عامل وراثي بحت، تلقيني العائله يعني انا ذاك يوم راجعني مريض بس حالته تقهر، هو والد لاطفال اثنين متوفين باعتلال القلب، وهسه الطفل الثالث ايضا باعتلال عضله القلب، اذا الموضوع وراثي له نعم دور جدا كبير. نعم، نتكلم الان عن فحص الايكو، نعم، ما مبدا عمل فحص الايكو حتى اليوم نعرف متابعينا عن هذا الفحص؟ دكتوره احنا ربونا اساتذتنا احنا شلون نسمونه اطباء كلاسيك، نعم، اللي هو انه احنا نعتمد على الفحوصات الاساسيه، نعم، اول شيء هي سماعه الطبيب، اكيد السماعة وفحص صدر المريض هذا رقم واحد، رقم واحد، رقم اثنين تخطيط القلب، نعم، الكهربائي، رقم ثلاثة أشعة الصدر، رقم أربعة فحوصات الدم، رقم خمسة الإيكو. تطور الإيكو هذا أحكيش إحنا ما ربينا عليه، نعم، الآن تطور الإيكو يغنيك حتى عن كثير من الفحوصات اللاحقة، نعم، يعني المريض أنتي أنا حطيت السماعة وأنا داشك بوجود تلف بالصمام الإكليلي مع تلف الصمام الأبهر، وظل أفحص المريض وقوم وأقعد زين وأشعة صدر، الأسهل من أتى بوجود الإيكو الحديث، نعم، اللي طبعاً الفيلدز مال الإيكو دا يصعد
سنويا باجهزه ايكو احدث تطلع لي الصوره، نعم. بحيث انه انا كجراح قلب من افتح المريض واعتمادي على طبعا اطباء الايكو البارعين، يجب ان يكون طبيب الايكو يعني ذو حذاقه بهذا الموضوع، لانه التشخيص يعتمد عليه. احنا بنشوف اكو اخطاء عفوا من بعض الاطباء بتشخيص الايكو غير صحيح، فلهذا نضطر نرسلهم الى اطباء ايكو معتمدين، نعم. اللي يعطونا الصوره الحقيقيه. اطباء القلب يجب ان يكون ملم بالايكو وتفاصيله. نعم. احنا هسه واحد من دراسه البورد لجراحه القلب، نعم. انه لازم جراح القلب يدخل الايكو ونعطيه صوره مال الايكو، يعرف شلون يقراها، نقول له هذا المريض بالصوره شنو التشوه اللي عنده موجود او الخلل الموجود. دكتور، نتكلم عن الفحوصات المختبريه الخاصه بالقلب ومشاكل القلب، هل هناك فحوصات خاصه بهذا الموضوع؟ ولمن ننصح اليوم بعمل هذه الفحوصات؟ هل هي تعمل دوريا او عند وجود مشكله معينه؟ شوفي دكتوره، موضوع تشيك اب هذا موضوع كلش مهم، احنا كما ربينا عليه. نعم. احنا نروح للطبيب بس في حاله المرض، اتمرض وهذا اكبر خطأ. صح. التشيك اب بالنسبه لموضوع القلب كلش مهم. نعم. يجب ان نسويه دوريا، حتى للانسان اللي هو ان شاء الله الله يعطي الصحه والعافيه لكل اهلنا ومتابعينا. يجب ان يكون حتى لو الشخص هيلثي كل 6 اشهر. نعم. التشيك اب المختبري البسيط انه انا اسوي تحليل صوره الدم. نعم. تحليل الدهون، تحليل السكر التراكمي، هذا الموضوع انتبه عليه يا دكتورة، تحليل السكر التراكمي كلش مهم، لأنه WHO راح تقسم العالم خلال السنين القادمة إلى قسمين، أما هم بري دايابيتك أو دايابيتك، يعني بالعربي هم أما مرشحين ما قبل السكري أو مصابين بالسكري فعلا. نعم. فالهيموغلوبين اي 1 سي كلش مهم انه الانسان يسويه، ولو حتى للشخص الفت، ولو مره بالسنه او كل 6 اشهر يتابع اذا بي، لان هذا ينقاس بالبوينتات، لان هو مثلا الابر ليميت مالته 6.2، الشخص اللي يطلع عنده 6.1 لا يفرح، معناه هذا ترى هو مرشح، عنده قابليه انه اكزاكتلي بالضبط انه راح ينصاب بداء السكري. نعم. هذني الفحوصات المختبريه، وهناك فحوصات ايضا اخرى، يعني مثلا هسه اكو عندنا تحليل اللي احنا دا نستخدمه، هذا التحليل انا المريض اللي عنده دايد اسوي له عمليه او اجاني مصاب بتلف عضله القلب، احتاج لاجراء فحص اسمه البرو بي ام بي. هذا البرو بي ام بي دا يعطيني جيد نسبه التلف مال عضله القلب. اكو تحاليل اخرى يجب ان يكون كل مركز قلب بيها 24 ساعه هذا التحليل، التروبونين اللي اني اساسي بالنسبه لي، التروبونين اللي هو بوزيتيف اور نيجاتيف، يعني الكثير في موضوع امراض القلب. نعم. متابعينا الكرام، فاصل اخير وراجعين وياكم. اهلا بكم متابعينا مره اخرى. دكتور، مركز ابن البيطار لجراحه القلب من المراكز العريقه في العراق، وله دور كبير في اجراء عمليات الخاصه بجراحه القلب والاوعيه الدمويه، ما اهم الخدمات التي تقدم في هذا المركز؟ مركز ابن البيطار هو المركز الام لجراحه القلب، تاسس 1993 على ايد اوائل الجراحين العراقيين في ذلك الوقت اللي هم اساتذتنا، منهم من توفاه الله ومنهم الله يمد بعمرهم. واللي المراكز القلب اللي اطبائنا اللي دا يبدعون بعملياتهم في محافظات العراق كلهم هم كان لهم وقت قضوه اثناء الدراسه في ابن البيطار. ابن البيطار كعمليات القلب مستمره من 93 ولحد الان، ما عدا فترة الحرب 2003. نعم. وفترة حتى كورونا احنا ظلينا نستمر بس بشكل محدد هاي الأيام. نعم. السوداء اللي ولت وإن شاء الله لن تعود. عمليات احنا بشكل دوري، القسطرة 24 ساعة والعمليات 24 ساعة. العمليات القسطرة طبعا بأنواعها، القسطرة التشخيصية، القسطرة العلاجية، قسطرة الأطفال التشخيصية، وقسطرة الأطفال العلاجية. احنا الحمد لله والشكر، يعني أنا اتصلت بأحد زملائنا قبل 3 أيام، الأربعاء الفاتت أجريت
17 تداخل قسطاري علاجي للأطفال على إيد الفريق طبي عندنا في المستشفى العراقي. نعم. اللي هو يوم الأربعاء. 17 يعني رقم. نعم. لأطفال أنه طبعا ذول كل طفل تخدير ووضع. نعم. سدادة أو بالون أو شبكة. هاي فقرة القسطرة. أما بالنسبة للقسطرة الكهربائية, القسطرة الكهربائية الحمد لله والشكر مركز ابن البيطار بالأوائل وإحنا بأعداد مستمرة. هناك نوع من القسطرة اسمه تداخلات القلب الكهروفسلجية. نعم. اللي هي لأمراض القلب الفسلجية. نعم. اللي هي ما يسمى بكي الحزمة الكهربائية لكثير من الأمراض الفسلجية لهذا الموضوع, واللي تنقذ المريض من أنه يأخذ حبل لفترة طويلة. نعم. هاي أيضا هناك صالتين في مركز ابن البيطار مخصصة فقط لهذه التداخلات الكهروفسلجية. نعم. أما بالنسبة للجراحة, فالجراحة الحمد لله والشكر احنا في مركزنا وان شاء الله كل اخواننا الجراحين في باقي محافظات العراق دا يعملوا النفس عملنا وان شاء الله احسن. احنا وجود 14 جراح وجراحة واحدة, يعني 13 جراح وجراحة واحدة. احنا نشتغل كل تقريبا انواع العمليات ما عدا عمليات القلب أو تشوهات القلب المعقدة والأوزان دون العشر كيلوغرامات. نعم. وحتى هذا الحمد لله والشكر احنا بالتعاون مع قسم الإخلاء والاستقدام الطبي في وزارة الصحة قدرنا نوصل إلى أنه سوينا عقد. نعم. مع فريق هندي وجراح هندي يعمل فقط هذه العمليات. هسه الفريق قبل 3 أيام خلص المشن مالته, هو ياخذون يجوا يشتغل. نعم. فترة يعني يروحون أسبوعين ويرجع مشن مرة ثانية. بس العمل مستمر. نعم. سوينا لهم ردهة منفصلة وعناية جراحية منفصلة وصالة منفصلة لهم. الحمد لله والشكر كل فترة يجون خلال يعني 21 يوم إلى أكثر بقليل يشتغلون. هسه اشتغل آخر شيء 64 عملية بنسبة وفيات 3%. احنا ما طول بعمليات القلب. نعم. يجب ان يكون هناك نسبة وفيات. نعم. ماكو شيء اسمه مركز قلب بدون نسبة وفيات. نعم. لان هي عمليات القلب المعقدة. بس مركز القلب يقاس بنسبة وفيات اقل من 5%, معناه انه احنا ماشيين بالطريق الصحيح او احنا up to the standard. نعم. يعني احنا ضمن المعايير والمقاييس العالمية. نعم. فنسبة الوفيات كانت 3%, والنتائج جدا جميلة لأوزان 3 كيلو و3.5 كيلو اللي هاي احنا ما كنا نجريها. نعم. والحد الآن احنا ما نجريها لأنه احنا اكو فترة صارت جاب بيناتنا. نعم. احنا أساتذتنا علمونا عذني على العمليات اللي نشتغلها احنا. نعم. مع تشوهات القلب بس وزن فوق 13 كيلو. نعم. وهاي الفترة اللي احنا ما كنا نقدر نسافر بيها قبل 2003, فامتنعنا انه ما كان اكو يعني تواصل مع هاي والعالم. لا هسه ضمن البرنامج اللي عديناه في مركز ابن البيطار انه خلال فتره سنه ان شاء الله راح يقدرون جراحينا اللي هم مع مو كل الجراحين, هناك تيم ساند يعني. نعم. مع الفريق الهندي اللي هو يدخل وياه يقدرون انه يشتغلون هذه العمليات على عاتقهم بدون الحاجه الى الفريق الهندي, ولو هناك ايضا هناك احد الجراحين العراقيين الماهرين يعمل في احد محافظاتنا. هذا اختصاصه فقط هاي التشوهات والاوزان وعراقي تحت 10 كيلو. دكتور, اهم الخدمات التي تقدم في مركز ابن بيطار ما قبل وما بعد اجراء التداخلات سواء الجراحيه او القسطاريه؟ يعني انت مركز ابن بيطار يبدي من العياده الاستشاريه. نعم. وفحوصات القلب اللا قسطارية اللي هي الإيكو. نعم. والجهد والهولتر والفحوصات المختبرية. نعم. هاي كلها المريض بعده نوت إن. نعم. يعني ما داخل إلى. نعم. بس هذا اللي هو مرشح إنه يكون إنه يحتاج إلى قسطرة. نعم. وهناك أيضا التداخلات يعني صالات القسطرة وردهة القسطرة وردهة القلبية كبار وردة القلبية نساء. نعم. وردة الإنعاش القلبي. نعم. وردة الإنعاش الجراحي. احنا
مركز ابن البيطار يحتوي على أكبر إنعاش باطني في العراق وأكبر إنعاش جراحي في العراق. الإنعاش القلبي هو المريض اللي يدخل به مو للرقود، احنا تدرين احنا الإنعاش مالتنا مو يجي المريض مباشرة يدخل ابن البيطار. نعم. مركز ابن البيطار هو مركز ثالثي ترشري. نعم اكزاكتلي ترشري سنتر. يعني ايش نعني بكلمة ترشري سنتر؟ اني المريض ما يصير يجيني يدخل مباشرة، اني يحال يجب ان يشخص انه هذا المريض يحتاج الى تداخل قسطاري او تداخل جراحي، يلا يحال الى ابن البيطار. نعم. طبعا هذا الموضوع صح يسبب لنا احنا نقول شوية بعض يعني خلينا نقول صعوباتني، مو كل الناس تقدر تفهم. نعم. مو كل الاشخاص يقدر يخابر يقول دكتور انا ايدي ما يدخل ابن البيطار، أنا إذا دخلت مريض ما يحتاج إلى قسطرة أو ما يحتاج إلى تداخل جراحي وبقى راقد بهذا السرير. أخو ما يقدر المريض إذا دخل بعد هو ما طلع طبعا، بس هذا راح يأخذ فرصة غير أنا أيام نعم. يخابروني على يحتاجون سرير بالإنعاش مال ابن البيطار وأخابرهم أقول لهم والله ما عندي سرير والمريض وأنا دخله ما ممكن أن أدخله بالردهة الباطنية. نعم. هذا يحتاج إلى إنعاش جراحي. نعم. دكتور وردنا سؤال من المواطنة سمية أحمد من الأنبار تسأل تقول دكتور صحيح المرأة في عمر الإنجاب محمية من مشاكل القلب؟ نسمع رأي حضرتك. لا ماكو هيك كلام. نعم ماكو هيك كلام، بالعكس أنت المرأة أصلا إذا أثبت أنه هي حامل وأثبت وجود بها تشوه ولادي أو مرض بالقلب. نعم. أكو بعض الحالات توصل أنه يعني نسوي عليها لجنة اللي هي ما بين القلبية والنسائية لا سمح الله وتحتاج إلى أنه لازم تتخلص من يعني أكو خطورة على حياتها لازم تتخلص من الجنين. نعم. لا. نعم. مواطن آخر اسمه سمير عبد الله من السماوي يسأل يقول دكتور أنا انولدت بقلب بالجهة اليمنى، يعني دكستروكارديا يقصد، وعمري الآن 25 سنة، هل هذه الحالة لها مضاعفات مستقبلية علي؟ إذا سوى كلمة بعي هو قلب اليمين ترى مو باليمنى يعني ترى ما زال باليسار. نعم. كلمة قلب يمين لازم أفهم للمشاهد الكريم. نعم. هو اكو يعني احنا نسميه يعني شو بالعامية القلب مالته مفتر. نعم. فيسموه ديكستروكارديا. ديكستروكارديا اذا كان نورمال هارت. نعم. ما عنده شيء ممكن الانسان ينولد ويكبر ويعيش ويتزوج ويكبر ويشتغل شغل خلينا نقول عمل شاق وهو عنده ديكستروكارديا ويموت وعمره 80 سنه هو ما يدري عنده ديكستروكارديا، فبس يسوي ايكو خلي. نعم. يسوي ايكو اذا ما عنده مشاكل فيستمر طبيعي. نعم. سؤال اخر من كريم عبيد من بابل يقول أنا عمري 40 سنة أعاني من خفقان، راجعت عدة أطباء واكتشفت أنها عندي ضربات مهاجرة، هل هذه الحالة خطيرة؟ طبعا هذا اللي حكينا عليه مال أمراض القلب الفسلجية. نعم. هاي الضربات المهاجرة يجب عدم الاستهانة بها. واحد مال يقول عندي ضربة مهاجرة تمشي. نعم. ترى الضربة المهاجرة إذا صارت أكثر من ضربة يصير توقف عضلة القلب أو يصير ارتجاف والمريض ينتهي. يعني هذا لازم يراجع عليه، بالعكس كلش موضوع مهم ويشوف السبب بها، هل هو السبب من خارج عضلة القلب لوجود مثلا خربطة بهرمون الغدة الدرقية أو. نعم. سبب ماته بالقلب، إذا من الغدة الدرقية يتعالج وإذا من القلب تجرى له أما بواسطة علاج العقاقير أو. نعم. قسطرة كهربائية. طبعا شكرا جزيلا على المعلومات القيمة اللي قدمتها حضرتك اليوم إلنا والمتابعين الكرام. متابعينا شكرا جزيلا للمتابعة، نلتقيكم إن شاء الله الأسبوع القادم. تقبلوا تحياتي أنا الدكتورة نورة محمد علي وتحيات كادر البرنامج، إلى اللقاء.